ما بعدين؟ لا ده هو اداني حماسه ان انا اركز فعلا؟ اكتر. لسبب بسيط جدا، لما بتبقى داخل كارير اول مره بتدخله، او زمان كنت دخلته وانا صغيره، بس دلوقتي دخلته وانا شاذه بقى، لان الناس عارفاها وبتحبها كمطربه، فانا دخلته كان لازم اركز شويه، ما كانش لازم ادخله اللي هو فور فان يعني، وابقى واثقه قوي في الناس اللي حواليا وان هم ما هيعملوا دخلتي صح. فلوس وخلاص. لا والله بالعكس، انا عملت لهم كومبليمنت كويس قوي في الفلوس، لان المنتج كان محترم قوي. يعني المشكله كانت معايا مش مع المنتج، يعني تامر يمكن كان معايا في فيلم وعارف، المشكله كانت الكرو. عارف يا كابتن، الناس مش حابه بعضها، مش فلا حابين يمكن بعضها. خالص ما سحبتيش ليه؟ ما انسحبتش، لان اختار المنتج، خسارة المنتج. وانا بتقي ربنا في الحاجات دي، يعني ما ينفعش، ما اقدرش ان انا عشان اعمل حاجه صح البس الراجل في حيطه. تامر انت كنت معاه في الفيلم، ايوه كان باين ان القصه مش حلوه من الاول، حدوته مش حلوه، بالعكس بالعكس يا مش كابتن، هو حدوته الفيلم، الناس الحدوته الناس المجموعه ما كانش باين برضو ان الموضوع صعب قوي كده، عشان في الاول خالص اول ما هم اتفقوا كان يعني الاساس كانت هي شاذة، وبعد كده اللي حواليه قعدوا يتغيروا كتير كذا مره، كان شاذة وعمر، وبعد كده انا نجيت بعد ما كان في جزء منهم اكتمل. اللي كان المشكله كلها كان في بقى ناس هيك عماله تتغير، ولما اتغيروا ما كانش في مشاكل، والعقد اتكتب واتحط فيه بنود، كل البنود كانت واضحه وصريحه وباين جدا. البواخر اللي حصلت بعد الفيلم، عارف ليه يا كابتن؟ اصلا انا عرفت حاجه بيقولوها في السينما، في ممثلين اول ما يتحطوا اسمها او بتتحط على الشريط، يعني اول ما يتحط على الخام او يبتدي يصور ويبقى مهم في الفيلم، يبتدي بقى يعمل مشاكل، خلاص ما انت مش هينفع تشيل، فيبتدي بقى يقرفك. فاحنا كان في يعني كذا عنصر في الفيلم مش من هقول لك النوعيه. اسماء لانه مش طبيعي ان احنا نقول اسماء. لا هو مش طبيعي، بس يعني هو في حد معين في مصر كلها عارفه. لا هو كان سيدي، يعني سيدي هو عشان هو كان متحمس قوي انها فكره ان هو اول مره يعمل حاجه سينما، فكان متحمس جدا. سيدي عايش في دور عبد الحليم حافظ يا فندم؟ هو يمكن هو يعني هو مرتبط بعبد الحليم عشان عبد الشخصية. الحليم نجح، يعني مش نجح بس يعني الناس عرفته عبد الحليم. يعني حتى انا اقول لك ثانيه، فاكر حضرتك الفنانه صابرين لما عملت ام كلثوم قعدت فتره بعديها بس صابرين اعتزلت بالظبط، ولما رجعت حتى تحس ان خطواتها يعني برضه ام كلثوم مش عارف تشوفها في حاجه تانية خالص. هو دي مشكله ان الاما طلع وبعدين طلع في عبايه حد قوي جدا، وفي اول ظهور ليه احنا نفسنا مش عارف نطلع منه، بس نتمنى له التوفيق ويطلع منها يا رب. هو ايا يعني كان عنده صوت، عايز يمثل، عايز يخش. كان بيتعامل معاكم في الفيلم انه عبد الحليم حافظ؟ لا لا هو شادي غلبان قوي في الحقيقه، يعني انا عايز اقول لك حاجه، هو لسه قبل رمضان كلمني حماسي قوي، واي اي حاجه متهور متهور بزياده. هقول لحضرتك ليه، هي مشكله الايزي كام ايزي جو، يعني انت لما بتجيلك الحاجه فجاه فانت ما بتبقاش عارف قيمتها. شادي فجأة في اسبوعين ثلاثة مصر كلها عرفته، لانه عمل شخصية كل الناس بتحبها، ما فيش بيت في مصر ما فيهوش شريط لعبد الحليم. مع طبعا مع فرق بس هو المسلسل ما نجحش قوي. ما هو المسلسل ما نجحش، بس انت شفته يعني اكيد. انا بس عشان انا الحقيقة ما اعرفش شادي على المستوى الشخصي. لا 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 هو بس هو انا ما بقولش شادي ما نجحش، بقول المسلسل ما نجحش. انا ربطت بينه يا كابتن لو حكى يعني تابعت انتاجيا هم المسلسل ده اكتر من مرة مش مهم. لا ما احنا مش بنتكلم ماديا، جماهيريا هو ما نجحش. انت عملت لي مسلسل ربطته بالثوره وجمال عبد الناصر، أيوة. والصديق الصدوق لعبد الحليم، وده كان كلام غير صحيح، وبالتالي الناس ما صدقتش. هو كان في مغالطات كتير جدا. لا وغير كده كمان، بس هو الولد اتعرف ليه؟ لان طبيعي ان احنا كأنا كواحده بحب عبد الحليم هبص لي على حلقه، يعني اكيد في ال 30 يوم هشوف طبعًا حاجه. طبعا انا اتفرجت عليه مرتين ثلاثه. ايوه فهو اتعرف. بس هو المسلسل كان فيه حاجات غلط كتير، كان اسمها ايه اوفر اكت، كان ارتفيشال قوي، طالعين عبد الحليم هو بيعمل كده. لا ما كانش كده خالص، يعني انا بشوف في الافلام بتاعته زمان، لا كان جاني يعني، ما كانش اللي هو طول الوقت عمال ماشي لذيذ جميل. الله يرحمه يعني. تامر انت اعلام الاول، تقديم الاول، وبعد كده تمثيل وحابب القصه ولا هيغني الفتره الجايه؟ صح. يلا بقى. انا حقيقي مبدئيا بيدير حوار قوي قوي وما شاء الله ما فيش سكريبت. فدي نقطه لازم اقف عندها، ما فيش اير بيس. الحمد لله ربنا يخليك. انا مذيع الاول ولا زلت مذيع ومكمل كمذيع. اتفرج عليك طبعا. ربنا يخليك. ده شرف ليا يعني. ربنا يسعدك صباحك كمان وكمان يعني. ده برنامج انا عشان اتفرج على جميل دينا. والله انتوا برافو عليك، عشان اشجعه واقعد اتفرج عليه الصبح بقى ما بنامش اليوم الاول. هو اصل المنافسه انك بتنافس صباح الخير يا مصر، وده برنامج بقاله سنوات.
وصعب يتنافس كمان. لا ما يعني انتوا نافستوا لان انتوا دخلتوا التيمة الحلوة تيمة الشباب وتيمة الشارع فبقى الى حد ما لك مشاهد وده كان ذكاء الحقيقة من اللي فكروا في البرنامج يعني. والله يا كابتن هو يعني برنامج اذا بحس ان انا اكبر حاجة بحقق فيها ممكن وجود بشخصيتي هو برنامج نهاري بس يمكن الفترة فاتت انا اخدت سكة المهرجانات شوية فيعني بتقدم مهرجانات كتير دلوقتي يعني. فدي الحتة اللي انا حاسس ان انا ابتديت اتميز فيها في التلفزيون في مكان صعب اتميز فيه سواء بسني وفي نفس الوقت سواء بخبرة الاعلاميين الموجودين زي ما انت عارف التلفزيون دلوقتي بس ما عادش في تلفزيون اعلاميين لا في يا كابتن كله من بره او بغض النظر في فكرة الاقدمية دي من نقطة مهمة جدا هيك لو عارف ده برضه ده كيان حكومي الاقدمية بقت في النشرات الاخبار لا وفي كله يا كابتن لا 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 كابتن شباب بيتكلم صح ما اختلفناش مع حضرتك جدا بس برضه لو حضرتك هنيجي نتكلم ان دلوقتي في مثلا مهرجان كان مهرجان كان عشان حد يطلع يغطيه يبقى بالاقدمية ان انا اتوجد دلوقتي وان انا اخر جيل دخل التلفزيون وانا اطلع المهرجان يغطيه على مدار سنتين فهنا بيبقى محتاجة مش نقدر نقول بس مجهود بزيادة قوي بقى تبذل مجهود بزيادة لا طب انا شاطر يا جماعة طب شوفوني طب شوفوا جربوا طب انا هشوف اعمل وبعدين الميزه كمان عندنا في التلفزيون هو قنواته ما شاء الله فتحت وان تي ان فتح صحيح فانت دلوقتي بقى عندك مجال انك تشتغل في كذا قناه في يعني سينما وبعدين لايف في كذا مجال فدي بتديك برضه فرصه مشاهده احسن يعني بينقدك في البوماتك في اغانيك في ادوارك ولا طبعا بس انا هقول له حاجه بقى يا كابتن بس ما ضايقهم عارف حضرتك احنا اتعرفنا على بعض ازاي؟ بخناقه كنت هضربه والله كنت لسه هكلمك تضربي مين؟ انت والله اوحة ربنا حفظت جدا جدا يا كابتن اتخانقت معايا في البلاتو كان ايه الايفنت او كانت ايه المناسبه؟ كانوا بيعملوا برنامج عندنا انت على فكره يعني انا بسال عنك قبل ما اعمل الحلقه يعني هل انت لسه شرقاويه؟ لسه طبيعتك طريقه لبسك لبس مقفول الدنيا طريقه التعامل مع الناس اصل انا بحب كده يعني انا لو حباك هتعامل معاك مش حباك مش مضطر وبعدين المشكله يا كابتن انها لو مش حباك هي عنيفه عنيفه يعني ممكن ايه تداري يعني تتظاهر بك لا عنيفه يعني تاخد وش كده مش بتاعك انا مره واحده قلت لها ما بحبكيش انا مش حباكي يعني واحده معاكي واحده كانت ماسكه بوزيشن يعني جامد فبتتكلم معايا لان هي يعني لو يا دراعي يعني طب وليه خناقتك مع تامر؟ تامر كان هو من قد ايه الاول؟ من خمس أو ست سنين. كان بيعمل برنامج عندنا في الشركه في مزيكا واستاذ محسن جابر قال لي ايه كلمني في التليفون قال لي يا استاذه انا عايز اطلع في البرنامج ده وبتاع فانا كنت لسه ماضي العقد ولسه بروح مره الراجل صاحب الشركه راجل محترم وكلمني بنفسه لا بص هو بيعمل سبورت جامد جدا لكل الناس لقيت الاستاذ قاعد اسئله بقى عارف رزل مذيع رزل في الانترفيو طلعت البرنامج يا كابتن انها اسمه على المكشوف نجم المكشوف يعني مش بقى هقعد اتودد ليك وانا مع اصحاب لا انا هسالك سؤال كذا 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 ده بيحصل انت بتعمل كده مفيش لا وما بيضحكش انا عامل كده بالظبط بص يا كابتن كده بالظبط لو سمحت عشان اقلد يا ريت كلميني عن خناقتك مش عارفه مع مين ومين 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 فانا اقول له لا والله ده ما كانش فيه خناق كلميني مش عارفه عن ايه وعن ايه وعن ايه كده بالظبط لا والله ده يقوم بقى داخل اللي هو ما فيش ضحك عارف اللي هو الضحك اصفر كده عارف ده اصفر المشكله بقى ايه ان اليوم كان عدى وهي قامت متعصبه وسبب بلاتو واحنا قاعدين واحنا كنا بنصور مثلا بالاربع خمس ضيوف لا استنى لسه فجت ست بتحلل بقى بتحلل شخصيتك يا عيني يعني بيحللها دول طلعتني مجنونه كان عندها يعني عندها جزء من الحقيقه ولا لا هي ما عندهاش جزء طب هي يعني استفاضت قوي طلعتني واحده مجنونه وهبله ومشيت النار يعني عارف باكل مانجا ومقطعه بجنتي قلبت الشبشب بقى ولا عملت ايه؟ زعقت بلاتو لا قلت له في ايه؟ وبص هو خلاص ما اتضايقش قوي ما عرفتش انه خلصنا الحلقه وخلاص روحنا فجاي بيسلم عليا بقى فكرت انت ليه منتهى الرزاله اللي ممكن تتخيلها رحت لتاني يوم مستر محسن بقى انا اعرف من كام من يعني استاذ محسن جابر تاني يوم انها رايحه الشركه تقول لهم في مذيع جديد جه عندكم لازم يمشي انت جبروت بقى جبروت في الشركه مذيع جديد لازم تمشيه هم محبه اللي بعد عداوه بقى ايوه بقى دخلت فقلت لهم ما كانش في ارزل من كده حضرتك يعني يجي يقدم برنامج بعدين ابتدينا بقى بالصدفه طلع يعني هو يعرف ناس صحابي وقرايبي وبتاع ابتدينا بقى